الحضور الكريم الرائع، كل واحد باسمه شارك في التكريم. فبهذه المرة بغي يقول السلطات المحلية شكرا لكم على الحضور، بغي يقول لكم كذلك على أننا دائما باسم صاحب الجلالة ترفعوا آية الولاء والإخلاص في هذه المناسبة الغالية. ونجد سعداء التكريم الفنان المتألق قيدو أهرامات المسرح والتلفزة والتلفزيون والسينما المغربية عبد العزيز الشداوي. تشكرات لجميع أعضاء هذه الجمعية الشبابية، هذه الجمعية اللي كتشتغل على إبراز المواهب ديال هذه المنطقة وإبراز الشخصيات المغمورة في هذا البلد. فشكرا لكم، وكنعاود نكرر الشكر ديالي، وكنتمنى على الله نلتقيو مرات ومرات ومرات إن طال العمر إن شاء الله.